مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه دكتور جيرار ديب، الاستاذ الجامعي. صباح الخير دكتور واهلا صباح وسهلا النور. فيك. صباح النور استاذ جاد. بالسياسه اليوم كل الانظار نحو تاريخ هو 2 كانون الثاني 2022، لانه يعني بالاعلام بني الكثير على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اللي قال نحكي بعد الاعياد. بعد الاعياد يعني 2 كانون، فصارت كل الانظار انه مدري شو بده يصير ب 2 كانون، شو بده يصير باتنين كانون، او طبعا حدد الدات يعني ابتداء من اتنين كانون بالسنة الجديدة. لك شو اول شغلي لقال هيك لرئيس الوزير باسيل، يعني معناتها كان في عنده تراكمات، وهيدي التراكمات اللي صارت بالسياسة وترجمت بالمجلس الدستوري باللا قرار اللي طلع، دفع بالوزير باسيل لا يعمل نوع من التصعيد. وأنا قريت أنه اليوم هو بده يعمل جلسات تشاورية لمسؤولي بالطيار ليقدر يأخذ القرار المناسب باتنين كانون. ولكن بغض النظر شو ممكن يصير يعني من هون لاتنين كانون، أنا بعتبر أنه هو طرح فترة من السماح للحليف قبل غيره، وأكيد هو عم يتوجه وعم يعني بالشكل المباشر لحزب الله اللي القاعدة الشعبية والتيار الوطني الحر ما عم يلمس بشكل مباشر أي تعاون على مواقف أو على قرارات أساسية بالبلد من قبل شريكه حزب الله، بالوقت اللي التيار الوطني الحر بيقول إنه العقوبات الأساسية على الوزير باسيل هي نتيجة مواقفه من حزب الله. يعني لو أخذ غير مواقف ما كنا شفنا عقوبات. اثنين، شعر التيار بمطرح بمكان ما انه الحزب افشل العهد، يعني كان مساعد لافشال عهد بالمنظوم العام، يعني بالمعترف فيه. طبيعي نحن ما بنقول هيك لانه في كتير نقاط ايجابيه كانت وما صارت الا بهالفتره اللي نحن فيها، ولكن بيعتبر انه كان ممكن يكون في عنا افضل حلول، لا سيما وانه ليك التصويب المباشر. اليوم التصويب على رأس المنظومة الحاكمة اللي حكمت من 90 لليوم، اللي حامية تحت جناحيها كتير من مفاتيح أساسية بالبلد، منهم مفاتيح مالية، مفاتيح سياسية، مفاتيح أمنية، حتى مفاتيح قضائية. اليوم أنت حاميهم، واليوم الحليف تبعك حامي هيدا الشخص، وما عم يقدر يترك هيدا الشخص أو حلفه تحت عنوان حماية البيئة. نحن السؤال اللي بيطرح، انت بهمك تحمي البيئة الشيعية اللي عندك او بهمك تحمي هذا الوطن؟ هلا اذا بتطلع انت باستراتيجية الحزب حزب الله مش بس على صعيد لبناني، بتعرف كتير منيح انه هو محقوق معه حق، انه انا بنهاية المطاف اليوم اللي انا عم بعمله هو اعادة لتاريخ منطقة عربية سجاد، بتبلش من الفاطميين وصراعه مع العباسيين، يعني الشيعة والسنة، هذا اللي بدي وصل لك له. اليوم في فرصة مع الوجود الإيراني إنه أنت تقدر تحكم منطقة، أوكي، منطقة مش لبنان، شو بدي بلبنان؟ لبنان هو جزء من المنطقة، منطقة لا سنين لقدام، يمكن 10 يمكن 20 يمكن 100 سنة لقدام. طيب أنت بتضيع هذه الفرصة تحت عنوان إنه أنا بدي أحمي شريك آخر وضعف البيئة اللي أنا فيها، بعتقد أنا استراتيجية الحزب رايحة على الخيار الأول اللي طرحته. نحن اليوم بمنظومة بده يتعود اللبناني، نحن اليوم بفترة يمكن الطول لولد الولد، بفترة مش لحقول هيمنة ولكن لحقول فيها في تكريس لواقع جديد اسمه الهلال الشيعي، بدك تسميه الهلال الشيعي، الشيعية السياسية، شو بدك تسميها سميها، ولكن هيدي انفردت وصارت أمر واقع، لا سيما وأنه اليوم إيران بطلت إيران بال 2015، منا بحاجة للاتفاق النووي ولا عم تركض لاتفاق نووي ولا بخوفها كل هالتهديد والوعيل اللي عم يعملوا الإسرائيلي أو عم يعملوا الأمريكي بالإعلام، غير الإعلام ما عم يقدروا خيارات، بيجي بسلمك هذه القضية وهذا الانتصار على طبق من فضة. هو بالنسبة له أنت بدك توصل على رئاسة الجمهورية وصلتك، بس ما بقى تعطيني أو ما بقى تحرجني أكثر من اللزوم، لأنه هيك بيعترض على سياسة الطيار من ناحية أنه يا خيي بدك تحكم بهيك بلد، ضربي على الحافر ضربي على المسمار مثل ما بقوله، مش كله طق بشخص اسمه نبيه بري نفترض والمنظومة اللي كانت موجودة وغيرها وغيرها، خصوصا أنه اليوم يا بزكى
يا ما بعرف ببداهة معينة انسحب السنة من الشارع السياسي، يعني بطل عندك أنت صدام مثل ما كان موجود قبل بسنتين ثلاثة وقت ما كان الرئيس حريري حاضر. اليوم صار الصدام إذا عم نلاحظ بين الشيعي يعني حركة أمل والتيار الوطني الحر وحزب الله والقوات اللبنانية، وكأنه انرسمت مسار جديد، بينما الدرزي منسحب تعرف ما في عنده نوم كهف مثل ما بنشوف، والسن اليوم منه موجود أبدا على الساحة. في عنا هيدا الصراع اليوم القائم، أكيد الحزب بين هيدا الصراع وبين الوجود اللي أنا طرحت لك إياه لح يختار الوجود، لأنه هيك على التيار الوطني الحر أنا برأيي ما بقى يعتمد على الحليف إلا بنقاط أساسية بتجمعهم مع بعضهم البعض، يعني مثل ما نحن بنقول منه التيار الوطني الحر كبسة زر عند حزب الله بيقبس بنعمل مثل ما بده بيوقف منوقف شو العمل، وهو نفس الشيء، ما هو كمان عنده رؤيته، شرحت لك رؤيته استراتيجية تاريخية، منا رؤية حاضرة آنية لمرحلة إلى علاقة بالانتخابات النيابية. هو ما عم بيطلع، ما لح تشل ولا نائب من الانتخابات، لا عنده ولا عند حركة أمل. فإذا أنت بالنسبة لك بدك تعرف كيف تتعاطى معهم، لأنه هيك باثنين كانون يفضل أنه أنت تكون عم تعمل قراءة أكثر واقعية للأمور اللي حاضرة قدامك لتدرس ربحك وخسارتك، بس أما وأنه تروح إلى تصعيد ابتداء من اثنين كانون، ابتداء من اثنين صح أنه في شيء باثنين كانون نحن 100% يعني ابتداء من اثنين كانون، يعني من المؤتمر الصحفي اللي ممكن يرجع يعملوا التيار الوطني الحر برئاسة الوزير باسيل. فانطلاقا من هون يا أستاذ جاد، أنت بالنسبة لك بدك تشوف قوتك وضعفك لتقدر تحبك إذا بدك مشاريعك، إذا بدك قويتك، إذا بدك اتفاقياتك، وما يكون بقى التيار الوطني الحر تحت عنوان إنه شو بنعمل بوسيلة ما مخيل بنشيلها أو كذا، خليه ينفتح على أطراف تانيين يمكن بالأمس القريب كانوا أعداء لك، صار لازم بقى نعمل شبكة من التواصل. ومحاربة الفساد ما بتجي بالقوة، وشفت المجلس الدستوري قضاء ودخل فيه السياسي، طيب شو بدك تعمل؟ يعني كيف بدك تحاسب؟ فانت لا من هون بدك تبني بلد، بدنا نبلش ببناء البلد من الحاضر الموجود، لو كان سيء هالحاضر الموجود، ولكن على المدى البعيد بتكون انت عم تبلش تغير، تزرع بالفكر. هل نحن انا اكاديمي بقول لك اليوم، طيب انا باخذ من طلابي، اليوم اذا انا بفوت على الصف وبحكي لان انا بعلم بالسياسي، بتشوف انقسامات جذريه وفكريه داخل طلابي، طيب هو كيف بدك تجمعهم يا سجاد؟ كيف بدك تطلع تقول له انه الوزير باسيل معه حق اذا هو كان حركه امل؟ وكيف بدك تقول له انه نبيه بري منه فاسد اذا هو كان او منه فاسد اذا هو كان تيار وطن حر؟ كيف بدك تجمعهم؟ فاذا بدك تبلش تهيئ الارضيه، غير هيك بدنا نضلنا نشهد هالمشهديه اللي نحن ما رح نقدر نخلص منها، واثنين رح تضلك بانهيار متأزم مش لهذا العهد فقط، لما بعد هذا العهد، وبلش التخوف كثير، بلش سيناريو يطرح انه هل يا ترى الرئيس نجيب ميقاتي بيبني على اساس انه الفراغ الانتخابي لرئيس الجمهوريه ليكون هو ظاهره تاريخيه انه يستلم امور البلد من بعد ما نمرق بهذا الفراغ؟ يعني كمان بدك تطرح كل هالاشكاليات، لانه هيك انا برايي التيار الوطني الحر نصيحه متواضعه، يعني ما يروح الى صدام مع الحليف قبل الخصم، لانه الحليف وضح لك وقال الشيخ نعيم قاسم التيار الوطني حزب الله ليس بحاجه الى احد، منه بحاجه الى حدا، لانه مش هون موضوع لبنان، ما هو امتداد. هو سبق وقال كمان السيد نصر الله انه الفرق بيننا وبين الاخرين انه الاخرين اولوياتهم لبنانيه، اما نحن فلدينا اولويات لبنانيه. طيب بعدين في دائما انا شغله بوقف عليها، ما هي الجمهوريه الاسلاميه في ايران، هيك بعرفوها في ايران، طب ما بكره بدها تصير الجمهوريه الاسلاميه، عم بعطي رؤيه، هي مشروع حقهم التاريخي. انا هلا يعني صرنا هلا لان في خلاف سياسي معين مع حزب الله، رجعنا تذكرنا انه الجمهوريه الاسلاميه، وين كانت الجمهوريه الاسلاميه بالسنوات اللي قبل؟ بعدين هن وضحوا الحزب هذا الموضوع مرارا، والسيد نصر الله هو قال هيدا مشروعنا الفكري والعقائد اذا بدك واللي بدك اياه، موجود بالبيئات اللي ولكن نحن لا نفرض هذا الامر بالقوه، هيدا اخر شيء انه مشروع من هالمشاريع. سجد اليوم مش هالموضوع الاساسي، مش موجود بالبيئه اللي عندهم، يعني اليوم اذا انت بتروح على البيئه حاضنه مش موجود هالجمهورية هنيك؟ بلا، لأنه هيك هو يسعى. انتبه أنا ما عم بقول مع حق وما مع حق، يعني على أرض الواقع طبيعة تطبيقيا،
مش من 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 شهر كان حدا عامل افتتاح بالضاحية وكسر المحل ميك اب او شيء. طب اليوم موجوده. انا ما عم اقول بس لا، انا ما عم توجه عام، يمكن في احداث فرديه بتصير بس مش توجه عام. هيك استاذ جد انا برجع لا ما بدنا نظلم، لا لا مش عم بظلم ابدا ولا عم لوم، انا ما عم لوم الحزب، بالعكس انا عم اقول حقه يعمل مشروعه، ما هو واضح معك، بس انا عم اقول لك انت كده قطعه تمام. انا ما عم بعمله بهالطريقه، ما فيك تيجي تقول له عم تعمله بهالطريقه. طيب بمكان ما، بمكان ما بمطرح من المطارح، يوم اللي بيقدر يطبق مشروعه رح يطبقه بغض النظر اذا كان اللبناني قادر او لا. يعني مثلا خذ مثلا اليوم اللي صار امبارح بشقره بجنوب. طيب اليوم في يونيفيل، في امين عام اجى طرح شعارات ونهاها بالشعار اللي بالمثل الغريب عجيب اللي قاله انه حزب الله مثل الفيل بقلب اوضه صغيره، كيف ما ضرب بصيب. طيب اليوم انت قلتها، اجاك ردة الفعل الواضحة انه انت ما فيك تتخطى قرار 1701 وبنوده، وكل تحرك لليوان بده يكون مترافق بالجيش اللبناني. يعني قادر يرسم لك حدود وقادر يرسم لك خطوط حمر، لانه هيك انا عم اقول حقه. انا ما عم اقول لا، نحن بمنطقة استجد ما بقى فيها دول. اليوم سوريا ما لح ترجع، اللي ناطر بعد سوريا ترجع سوريا اللي بيعرفها على ايام من قبل 2011 غلطان، اللي ناطر العراق يرجع الدولة العراقية غلطان. أوكي غلطانين. بس لبنان بده يكون حي بنقطة. هلا قبل ما نرجع انا كان بدي انه نبلش بالموضوع اللبناني، انطلقنا من موضوع العلاقة بين التيار وحزب الله، بس بما انه الحديث اخذنا لهون، يعني كمان مش لانه الوضع الاقتصادي والمالي ووضع الدولة هيك هلا حاليا، في ثوابت معينة انه ليش صرنا عم نلاقي سهولة انه هيك نتخطيها ونمشي. انه ايه امين العام للامم المتحدة حكي، بس كلنا بنعرف هل الامم المتحدة شو توجهها، وين قصرت معنا وين ما قصرت معنا، صح او لا؟ ان عنا اراضي محتلة، شو عملت الامم المتحدة اللي احتلت رجع لنا اياها؟ في عنا خروقات برية وبحرية وجوية يومية كمان، شو عملت الامم المتحدة وكل هالموضوع هيدا؟ شو عملت الامم المتحدة بموضوع النازحين السوريين؟ شو عملت بموضوع اللاجئين الفلسطينيين؟ كل هالامور يلي في يعني توجه سياسي معين بلبنان له سنين عم يطرحها، مش لانه الوضع الاقتصادي هيك فجأة انه هاو صاروا كلهم انه لا لا هودي قصص تفصيلية خلينا نحكي بالاساس، لا صحيح عم ناقشك انا مش عم بعطي رأي. صحيح، ودور الامم المتحدة طبيعي نحن ما بدنا نقول منه ايجابي ابدا من ناحية لبنان، وحضرتك عديتهم يعني ما بدي ارجع عيدهم. فلان هذا منطق حزب الله رح يجاوبوك بهالطريقه، منطق سليم. قبل ما يحكي امين عام الامم المتحده بحزب الله خليه يحكي بالاراضي المحتله مثلا او بالسوريين او بالنازحين السوريين، كل هالمواضيع. انا اللي عم اقوله ما عم لوم الحزب، انا كنت عم حاول اعطي صوره. نعم. لو وصلك لما بعد 2 شهر او الكلمه اللي بده المنتظره للتيار، انا اللي عم اقوله اليوم ما بقى فيك تخاطب مثل ما خطبت ب 88، ما بقى فيك تخاطب يا استاذ. خلينا نحكي انا عم بحكي مين اللي طيار. اوكي طيار، ما بقى فيك تخاطب اللبناني الاخر كما كنت تخاطبه ب 88. ب 88 على القليل كان في بعدها الى حد ما بعد في مكونات دوله لبنانيه ذات الحدود. هلا شو بدي بالاطراف كانت مخروقه سوري وفلسطيني وما بعرف مين، هودي كانوا موجودين، بس على القليل كان في بعض دول بتنظر على لبنان على انه 10452. اليوم بطل هيدا الشيء موجود. هلا انت عم تكافح ليبقى ما تبقى من لبنان، لانه هيك يا سجاد انا عم اقول انه اليوم لتقدر تعيش بسلام وتقدر تبني بلد مثل ما لازم، عندك خيار واحد ما في غيره. أول شغلة بدك تتعاون مع الموجودين لو كانوا فاسدين، وأنت بالنسبة لك إني فاسدين. طب شو بتعمل؟ ما كل ما عم تحاربهم كل ما عم بيغرقوك بزيادة، كل ما عم تحاربهم كل ما عم يعملوا لك مشاكل بزيادة، كل ما عم تحاربهم كل ما عم بيعرضوا عليك صفقات بزيادة. طيب ولوين؟ والحل؟ هذا اللي نحن عم نقوله، لأنه هيك الخروج من هذه الأزمة بدك ترضى بالواقع السيء لتوصل للأحسن، وإلا كيف بدك تعالجهم؟ لا قادر تعمل معهم حرب أهلية، ولا في دول وراك. ما أنت كمان هون المشكل، ما في دول وراك حاضنتك. يعني ما في فرنسا مش معك، اليوم فرنسا عم تعمل صفقاتها، اليوم الروسي إذا إجا على المنطقة مش جاي ليحميك، ما إلا بوتين جاي ليعمل مصالحه وصفقاته. طيب على حساب مين؟ على حساب مين ما كان موجود بالنسبة له بمشي له صفقاته رح يمشي فيها. لأنه هيك استاذ جاد أنا عم أقول
انه اذا انت فعلا بدك تبني بلد بالعقلية التيار الوطني الحر اللي نحن عم نطرحه، لما نضلنا بكل مرة منقدم مشاريع وبتفشل فيها بدك تعرف كيف تتعاطى مع هذه الطبقة. يعني عم تحكي انه لازم يصير في واقعية اكبر، انه أكيد. دفع التيار بمحل معين ثمن لا واقعيته، انه احلام كبيرة بس على ارض الواقع ما بتترجم. انا هيك بقول مش اخذت تشاؤم للحد الاقصى. لا. يعني هيدا اعادة هيكلية لبناء لبنان ولبناء اذا بدك منظومة اصلاحية جديدة. طيب يا استاذ جاد ما بدها شيء، اخذت 73% من المسيحيين بال 2005 صح؟ تسونامي لبنان، شو قدرت تحقق؟ ماشي بالعكس عملوا عليك اتفاق طيروك بال... لا لا ماشي انتبه باردون انت قصدي يعني ماشي من ناحيه الكيان الوجودي للبنان، هلا عملت قانون من هون زبطت شغله من هون ما عم نقول لا. لا مش هيك، لانه التيار الوطني الحر رح لك لا، لان هيدي نقطه مهمه. التيار الوطني الحر بيقول لك في مسارين، في المسار المسائي وفي المسار الإصلاحي. إذا كنت بالمسار الإصلاحي تعسرت لأنه الأطراف الأخرى ما واكبتك وعرقلتك وما خلتك، بس بالموضوع المسائي لا قدرت تحقق الكثير. أنت بال2005 ما بدنا نرجع نعيد، كم نايب كنت تنتخب كمسيحي، كم وزير كنت تجيب كمسيحي، كم مدير عام كنت تعين كمسيحي، وكم وكم مشكلة. وكم هودي منهم أساس؟ لا هاي مشكلة. كيف لا؟ لحل لك هلا مشكلة. معلش يلا يمكن هودي اللي عم يعملوا ردة الفعل، التيار بيقول انه يمكن هودي تحقيق هودي الامور هن اللي عم يتسببوا بردة الفعل الشرسة جدا ضد التيار وضد رئيس الجمهورية اليوم برئاسة الجمهورية، لانه بدهم يرجعوا هن يسيطروا. فينا ما اذا ضلينا بهيدا الدلام ما بنخلص، بنضلنا الى ما لا نهايه. خلص الست سنين وحتى لو مين ما بده يجي بعدين، اذا انت ضليتك بهي الجدليه ما بنقدر نخلص منها. نحن عم نقول لا، لازم نطلع منها. شو بيكون متساهل اكثر؟ بكون متساهل اكثر بردك على قبل 2005. ايه اوكي طيب، يعني انت شو شو بيصير؟ بس انا رح اقول لك شو لازم تعمل، شو لازم يصير. هذا هي رايي. اليوم انت بنيت لبنان بال2005 اللي اعطيتني هن، انه حققت نوع من المسائيه انطلاقا من شو؟ انطلاقا من واقع اسمه النظام اللبناني القائم، المحاصصات والطائفيه. بس ما انت مشكلتك هون، يعني انت مشكلتك هون المجلس الدستوري شو عمل؟ انا بالنسبه لي ما اخطا. ليه؟ لانه عمل نفس الشيء بالمحاصصات، الشيء ما اجى والدرزي غاب وفلان غاب واعطاك ال لا انا اجوا كله لقرار بس ما صوتوا. طيب اوكي ما صوتوا يا اخي، ها اعطاك اللقرار مظبوط او لا؟ طب ليش اعطاك القرار؟ لانه هيدا نظام طائفي اصلا. مين عينون؟ ما هن عينون النظام الحزبي. نحن انا عم حاول بس بهلا ايه صح هيك مظبوط، بس انه انت هلا عم تحكينا دكتور سدد انه لازم كل النظام ننفضه، بس ما بتقول في موازين قوى بالمنطقه هلا يمكن تفرض شيء ما يعجبنا. ما انت اليوم بصراع، انت اليوم بصراع وتسابق مع الوقت. اليوم المنطقه مش رح تخلص بيوم ويومين، اليوم المنطقه عم تشهد مرحله مخاض. خليني اقول شغلي، هذا المخاض يمكن يفرز لك فيما بعد مناطق يعني لا فيدراليه مناطقيه شو بدك سميها، يمكن يفرزها لانه هذا مشروع كاسينجر للشرق الاوسط واللي بيقول لك افشلناه وغلطان. نحن اليوم عم نساعد بتقسيم المنطقه تحت عنوان الشرق الاوسط الجديد. ولكن انا اللي بدي اقوله، اذا انت فعلا بدك لبنان اللي بدك اياه بدك تغير النظام القائم، ما كل مشاكلك من النظام. طيب خذ مثلا قصه الاحراج، لا هودوك فاتوا ولا انت قدرت فيما بعد تفوت على الدولة اي نوع من التعيينات تحت عنوان. انا نقاشي معك هو على كلمة محور وكلمة اسمها الواقعية. حضرتك عم بتقول انه التيار لازم يصير اكثر واقعية بمقاربة علاقته مع حزب الله تحديدا، انه شو المتوقع من حزب الله، انه هالقد بيقدروا يعطونا نشتغل على هالقد والباقي نحن وحدنا كتيار. عم بحكي اذا التيار عم يحكي معه حتى ينفتح على الاخرين هلا اليوم هيدا انه طرح تغيير النظام هيك بهالطوبويه اذا بدنا نقول ما كمان منه واقعي. طيب. يعني انه يلا تعطى نقعد وندرس هيك بنجيب اساتذه جامعه انه بننقي النظام الامثل وبنعمله. طيب. اذا هيك كانت انحلت من سنه 76 و83 و89 ابدا ولا مره كان بتاريخ لبنان كان بدهم لبنان اللا طائفي. كل مرة كان بدهم لبنان طائفي. بس أنا في أسألك لك سؤال، بس في سبب طيب. لهالموضوع لأنه لبنان طائفي. بس طيب شو لكن واقعنا لكن هلأ بدايتك بس بتكون تعملوا بكرة بالانتخابات البلدية إن الله راد ليحة كيف تعملوا إذا طائفتكم وحدة ومذهبكم واحد بتروحوا على العائلة والجب وما بعرف شو إذا في بتوزعوا هيك هيدي اسمها ديمقراطية التوافقية. لا بلا بس هيدي زرعوها فينا. نحن عم نحاول ناخذ لبنان الى لبنان الجديد العصر الحديث. أوكي. اللي طرحه الرئيس عمر اللي عم نشك في فكره زرعوه. طيب زرعوه هي موجوده نحن هيك لا تاريخيا لازم نشتغل تنتغير. اوكي بس ما بدنا شو زرعوه يعني لا بدك تاريخيا زرعوه لكن علمانيين وزرعوا ابدا فينا. لا
شو لكان؟ اليوم في جغرافيا كانت موجودة قدامك، أوكي؟ صاروا ليقدروا المماليك وغيرهم يحموا حالهم من الفرنج والحروب الصليبية، جابوا لك أول من جاب معاوية بن أبي سفيان، جاب لك عرب العراق حطهم بلبنان ليحمي حاله من، لأنه لبنان على بحر أبيض المتوسط. أوكي. رجعنا فيما بعد صرنا نجيب من العرب نحطهم لنقدر نحمي الحضارة العربية. وكل الناس أكيد. جابت كل الناس. فإذا صار عندك أنت تجمعات. اوكي ها طائفيه مذهبيه شو بدك عرقيه اثنيه كلها سوا موجوده في لبنان. اجا فيما بعد العثماني فهم اللعبه فات على هاي الاشياء. العثماني ما بنى لك دوله، بنى لك انقسام، صار يعين لك شخص يقول لك روح انت كون وصي على هالشارع وخبرني شو بصير معك. يعني تشوف كيف اذا بدك عزز النعرات الطائفيه. بقول لك شغلي انا من جنوب، هلا انا ليك بشكل لا مباشر لكيف زرعوها فينا، بس اوصل على الاولي برتاح انه لا بحس انه انا وصلت على مطرح انا بنتمي لإله، كانه كنت بقندهار وجيت على بلدي. هل قد نحن منقسمين؟ نحن منقسمين عشائريه طائفيه مذهبيه مناطقيه. وقت ما يقول لك انا ابن الضاحيه او انا ابن صغرته او انا ابن كذا عم يعطيك هويه، استاذ جد عم بيعرفك على هويته. انا كل اللي عم اقوله هي الواقع موجود. هذا انا اللي عم بقول لك اياه، ما هذا الواقع الموجود. انا انتبه انا ماني معه هذا الواقع هيك. ما انت عم تعمل صدام معه. بدنا نعترف انه هذا الواقع. اول شيء بنقول هذا الواقع، طلع منه. مش بنقول مش موجود وفرضوا علينا. هذا انا بقول للطيار يطلع منه، واذا مش عجبنا هو مش عجبنا بينحط طريقه معينه للتعامل معه. تعرف في اكثر من طريقه. كيف بالصدام بنتروني بعد اثنين عندي تصعيد قوي. شو التصعيد؟ ما هي بها؟ انا عم حاول بس وصل فكره، ما انفهم غلط. انا عم حاول لانه اليوم المسؤوليه تقع على التيار الوطني الحر، لانه هو بصده الرئاسه والسلطه وهو حامل لواء تغيير والاصلاح في هذا البلد. بس هلا انا كل عم انه يعني جاي الدبابات باثنين الشهر مش مظبوط. لا 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 الشهر يعني مين قال اثنين الشهر؟ المواقف السياسيه اخطر من الدبابات. المواقف السياسيه اللي بتعملها انت، هذا البلوك اللي بتحطه هالحيط وبتروح على الاخر، بتعرف شو اسهل شيء؟ وقت ما تيجي تقول لي انت كذاب بقول لك انت الكذاب. يا خي طيب في حدا كذاب بالبلد وسراق وناهب وكذا، مش هيك؟ كيف بنتعاطى معه لنقدر نشيله؟ انا مثلا باخذ اكزامبل حاكم مصرف لبنان، مش هذا مشكله عند الطيار بالنسبه للقصه النقديه؟ طيب اليوم اذا انت اقلت حاكم مصرف لبنان بيجي بقول لك خي بالدستور بيجي النايب تبعه. نائب الحاكم، مين هو نائب الحاكم؟ ما هو تابع للرئيس بري، يعني كأنه عم تقلي من تحت المزراب، من تحت الدلفي لتحت المزراب. طيب انت بلش غير بالحكام، بنوعية الحكام، ليوم اللي بيروح حاكم مصرف لبنان بتجي انت اشخاص كفؤين عندهم كفاءة بتقدر تغيرهم، هي اللي نحن عم نقوله، بس هيدي اللي تعملها، ما فيك تعملها بالصدام. مش انه اذا انا بعمل صدام مع الاخر انا بكون عم بقدر اوصل على مبتغي. هذا اكيد انا نظرتي قراءتي للبنان من بعد ما كل اللي عم نشوفه، كل الاحداث اللي عم نشوفه يا سجاد. بس تعمل جبهه بيطلع قدامك جبهات، بس تعمل جبهه بيطلع قدامك جبهات، واول جبهات بيطلعوا من نفس الطائفه اللي انت فيها. انا برايي مش بس للطيار، هات لنعممها، خلينا نطلع كلنا سوا من ذاتيتنا الانعزالية اللي عايشينها والانطوائية، الحالات الانطوائية، ونروح بانفتاح على الآخر. يا خي عارفين نحن هودي سرقين، أنا عارفهم ومنسميهم ومنضلنا بنعمل فيهم جرائد بالسرقة والنهب، بس كيف بقى تتعاطى معه إذا هو معين لك القاضي ومعين لك المحامي ومعين لك الطبيب ومعين لك المدير؟ كيف بقى تحلها؟ تجي بتقلي أنه أنا بحلها بفرض بكرة اتفاق مع المخيل؟ حلها بدك تحلها بالسياسة. بالسياسة في شيء اسمه يعني خذ ما في عم تحكي 100% 100% خرفت هيك دكتور. لا ما خرفت. يعني عم بتقول انه اعطوني بالقضاء بعطيكم بال، بتعرف كيف؟ بتعرف بأي طريقة بالحكومة اعطوني هيك يعني. هي اصلا صايرة، بس نحن رح نقول شغلة، اعطيني لاعطيك بكون انا عم بقدر اخلق نفس جديد بالادارات والتوظيفات والتعيينات المقبلة، هذا إذا ده البلد، والتعيينات المقبلة لنقدر نحن وياك فيما بعد أوصل أنا على وظيفة عامة لقى قدامي موظف ما بيرتشي. مش موظف بنيم لك المعاملة ليقبض منك مصاري ليعطي الأعلى منه والأعلى منه والأعلى منه. طب ما هذا موجود، موجود أو لا؟ بتجابه بشو؟ بتجابه بالصد؟ الصد ما فيك تجاوبه. في طريقه ثانيه للمجابهه. هلا الجزء الاكبر بعد البريك رح يكون عندنا، بس رح احط لك العناوين العريضه. في جزء ثاني يلي هو موقف القوات اللبنانيه، هن عندهم مشروع بيقولوا اعطونا الاكثريه
أو كسروا الأكترية الحالية وأعطونا كتلة وازنة. وفي عندك المجتمع كمان ما يسمى بالمجتمع المدني أو قوى 17 تشرين اللي بتسمي حالها إلى ما هنالك، هودي عندهم مشروع بديل رح نحكي فيه أكتر، بس خلينا ناخد فاصل لأنه الموضوع حرزان يعني بده تاني جزء من الحلقة بشكل كامل. بعتقد مشاهدينا فاصل وبنرجع لحلقة حوار اليوم. عودة إلى حوار اليوم مع ضيفنا الدكتور شيرار ديب. دكتور ديب، يعني الحلول اللي قدمت لنا إياها بالنسبة للقوات وقوى 17 تشرين إذا بدنا نسميها غير مقنعة، هن عندهم حل تاني. خلينا نبلش مع القوات اللبنانية. هن بيقولوا فلتكسر الأكثرية التي يتحكم بها كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وخذوا ما يدهش العالم. هلا اكيد النظره اللي انا عم اللي انا اقترحتها بتختلف طبعا مع طرح القوات اللبنانيه. اول شغله اخذته الاكثريه بال 2005، كنتم مستاسرين لوحدكم بالسلطه وكان الحزب برا. السؤال الثاني، اذا نحن عم نحكي عن الاكثريه اللي هن بدهم اياها، هل يا ترى هالاكثريه بعيده عن الاشتراكي؟ هل يا ترى الأكترية بعيدة عن تيار المستقبل؟ يعني أي أكترية عم يطرحها القوات، هل يا ترى هي بعيدة عن حركة أمل؟ طيب إذا كانت الأكترية مع هون مع هؤلاء الأشخاص، أقلها مش بعيدة عن الاشتراكي لأنه صار في إعلان متبادل للتحالف يعني نحن رايحين نرجع نعيد إذا بدك الحكم اللي صار من 2005 إلى 2009 وما بعده، يعني 18 صح، ونحن يعني معناتها رايحين الى منظومه جديده من الانهيار والفساد بشكل كتير كبير، لانه المشكله التيار كانت مع هيدي المنظومه القائمه. بس خلينا نقول شغله، تفضل كمان ما نعمل طوبويه كثيره انه نحن التيار انه هن طوبويين والباقي هن كله فاسدين. يمكن يكون في عناصر، نحن ليش عم نطالب بالتدقيق الجنائي؟ يا خيي فرجونا مين هن الفاسدين، بلشوا من تبعون التيار وغيره، ولا نعرف نحن كمان نعرف عن مين مندافع وعن مين ما مندافع. يعني كل اللي انا عم بطرحه استاذ جاد، اذا انت بتجي بتشوف الطرح اللي عم بيقول القوات انه هي قصه اكتريه، غلطانين، لانه مش الاكتريه ثبتت انه هي اللي بتقدر تحكم. والدليل اول شيء مش الاكتريه، ثاني شيء مش الهيمنه بالسلاح، والدليل انه ما عم نقدر ناخذ قرار، لا الاكتريه النيابيه القائمه عم تقدر تجتمع وتاخذ قرار، ولا حتى من يمتلك السلاح، عم نحكي عن حزب الله، قادر ياخذ قرار. وهن بيتزرعوا بقصه القاضي بيطار، لو كانت السلطه بايدنا ما نحن اول من طرحنا مش بشيله حتى بكلمه ابع القاضي بيطار، ولكن لليوم بعده قائم وعم عم بتشوف شو عم بصير. فاذا الطرح اللي عم يطرحه القوات اللبنانيه، انا دائما بدي اقول ودائما بدنا اليوم بمناسبه الاعياد ان شاء الله هيك الميلاد بقلبه ليسوع المسيح لسمير جعجع، ويقدر هيك شوي يقرا اكثر شوي يا استاذ جاد، لانه الحقد والتهجم الاعمى على التيار الوطني الحر مشكله كثير كبيره، مشكله كثير كبيره. انت صراعك مش هون، واللي قايل لك انه اذا انت بتقدر من خلال الهيمنه على المجلس النيابي تصير رئيس جمهورية وفيما بعد تستلم البلد، روح شوف احضار المنار واحضار الام بي ان، خليهم يقولوا لك شو عم بصير بالفريق الاخر. المشكلة مش عند التيار، لانه هيك ما نضلنا رايحين لنقدر ناكل من الشارع المسيحي. المشكلة في هذا البلد، المشكلة بتكوين هذا البلد. واذا انت عم تعتمد على اكترية ترجع تعيد صياغتها عن جديد كما كانت بالسابق، يعني انت راجع اخذ البلد على محور اكثر انحدارا من اللي نحن موجودين فيه. نعم. بس تيجي تقنعني انه اعطيني الاكتريه وخذوا ما يدهش العالم، كنتوا بالاكتريه وشفنا وادهشوك لك وقت ما اعطوك وزير واحد ونزير وزير السياحه استاذ جو سركيس، يعني بعتقد اندهشت كثير بهي. وشو عرفك اليوم ما بيكون كمان الجسر اللي ممكن يرجعوا يطلعوا عليك ليوصلوا هن على اكتريه ويحكموا بلك؟ لانه هيك نحن عم نقول يشيلوا بقى هذه العقدة، يشيلوا عقدة التيار وما نضلنا بقى بالصدامية. عدوك مش هون، عدوك نحن عنا عدو واحد هو الإسرائيلي الداخل اللبناني، لازم نعرف كيف نتفاهم معه وكيف نقدر نشبك دينا بدين بعض لنقدر نبني لبنان الجديد. غير هيك يا استاذ جاد
عم نخبص بصحننا وعم نزيد أزمات وعم نزيد علماً أنه تعبير لبنان الجديد أنا على الصعيد الشخصي عندي تحفظ عليه. ليه؟ لازم يصير لبنان الجديد. ليه؟ كله أنا ما ضد لبنان الجديد بس عم بحكي أنه ما حكينا أول قسم من الحلقة كله عن الواقعية. شو يعني لبنان جديد؟ في لبنان أفضل، في لبنان مزبوط، منقلل من السيئات منزيد الحسنات، بس بمعنى لبنان جديد أنه من نام منقوم على بلد تاني مش حتصير. لا مش حتصير. أنت منكون عم نوهم حالنا والناس. بس في لك شغلي اليوم معلشي نحنا ما مش تهجم حدا بس عم نعرض البيع. اليوم حزب الله يوم اللي بيشتغل بهذا الإطار ما هو ما عم بحس حاله بعيد عن البيئات الأخرى، يعني هو عم بشد عصبية الشيعة، ما هو بالمقابل الدرزي بشد عصبية الدرزي وكذا. بس إذا صاروا الأفريقاء الآخرين رايحين نحو بناء لبنان ولاقى حاله هو لا بعده بده يربطك بالمشروع الإيراني القائم بهذه المنطقة بمطرح من المطارح بصير يلاقي حاله أنه لا في شيء غلط، فهون بيكون وضعه محرج أكثر من الآخرين. بس إذا أنت بعدك عم تحكيني بأنه القوات بدها أكترية على الطيار وبأنه فلان بده كذا وبأنه الحركة ما بتحكي مع هيدا وبأنه هداك عامل تقوقع، وبعد عنا الجماعات التانية النائمة اللي ما بنعرفها، عندك الإخوان المسلمين الجماعة الإسلامية، يعني عندك المتطرفين هودي مش ما راحوا من التاريخ، يعني هو بعضهم موجودين، وعندك يمكن الدول تشتغل فيما بعد، عندك المجتمع المدني اللي حكيت عنه. طيب إذا هودي راحوا بسياق بناء لبنان أفضل مما هو عليه أحسن ما أقول لك لبنان الجديد، فإذا بلاقي حاله حزب الله لوحده إنه هو صار خارج عم بيغرد خارج السرب، حكما بيكون داخل السرب. بس وقت ما يلاقي الوضع كله هيك طبيعي، يعني مثلا اليوم ما فيك تيجي تقول لي إنه الضاحية عاملة كونتون لوحدها، شوية بتطلع مع على شو اسمه مع راب مغلطنا يكون والله هيدا منفتح على الآخرين، أو تروح على جبل تلاقيه والله في تنوع وفي حضارة، أو تروح على طرابلس أو تروح على أي منطقة. بس الضاحية مش عاملة كونتون لوحدها، هيك بيقولوا حزب الله وهيك بيقولوا الناس اللي بيطلعوا بينزلوا بيشوفوا، يعني الضاحية منطقة من مناطق لبنان مزبوط. هلا يمكن أيام في تدابير أمنية خاصة يمكن بمحلات معين ما بعرف لأسباب بنعرفها شو هي، يعني إنه في آخر شيء يعني معروف حزب الله وانه مستهدف، بس انه اخر شيء مش ظلم كمان نجي نقول عمل كونتون لوحده ومش بلا ظلم. بس وينه هالكونتون؟ طلع سيادتك هلا ابرم وينه؟ ما في سجاد، هي الفكره بالثقافه الموجوده. هل انا عم اقول يعني انا دائما بقول لهم لطلابي هلا اذا ندور سياراتنا وبنعمل جوله بلبنان ما بنعرف المناطق اللبنانيه لاي احزاب تابعه، بلا ما حدا يوقف على الطريق اللي انت صرت هون بكذا وانت صرت هون عند فلان، بلا ما هي في ثقافه، سقفة الإعلام، سقفة الشعارات، سقفة اللباس، بس كل مجتمع عم بيعيش سقفته بإنعزال عن الآخر، لأنه هيك بتحس أنت بمطرح من المطارح بيطلع فريق من اللبنانيين المسيحيين يا أخي بيقول لك أعطيني الفيدرالية، لا إلا حتى كمان هو يمارسها هونيك عنده ببلده بعيدا عن الضغوطات الآخرين. يعني مثلا في حدا بيقول لك أنا شو العلاقة بالصراع القائم بالمنطقة، الصراع مع السعودية، أنا لا بدي ضلني بحلف مع السعودية وغيرها. هيدي اللي أنا عم أقوله، إذا هودي الجماعات بس هيدي دكتور حضرتك أدرى أنه هاي الفيدرالية ما بتحلها، لأنه الفيدرالية لا تعني سياسات خارجية مستقلة، تعني سياسة خارجية واحدة ودفاعية واحدة للدولة وسياسات محلية يمكن مختلفة أو متباينة بكل صحيح. يعني الفيدرالية أوكي حلو مش عقدة نحكي عن الفيدرالية، بس ما بتحل المشكلة. لا ما بتحل المشكلة، خصوصا نحن عم نحكي بالسياسات الخارجية. بس أنا اللي عم أقوله اليوم المطالبة بالتقسيم داخل لبنان هو ناتج من وراء انه بحس بمطرح من المطارح في هيمنات، يعني في مناطق معينة خلص إلى سيادتها إلى سقفتها إلى كذا، بينما المناطق الأخرى عم بصير فيها الشحن الطائفي والصراعات وغيرها، بيجي بيقول لك خيي خليني طبقها مثل الآخرين، أو بيقول لك ابن كسربان مثلا أنا عم بدفع ضريبة ليش بدي أدفع هاي الضريبة وتروح تتوزع على كل لبنان، خليها تعمل إنماء لي. شو ما كان الشعار انا اللي بدي اقول له، اذا نحن ما قدرنا نطلع من هالتقوقع الذاتي اللي نحن عايشينه والانطوائيه اللي نحن عايشينه لنقدر نبني لبنان افضل مما هو عليه، نحن رح نضلنا عايشين بكل مره بنوقع بحرب اهليه، بكل مره بنوقع بانقسام جديد، بكل مره بنوقع بازمات جديده، لانه هيك الحل مش بالصدام مع الاخر، الحل بتقبل هذا الاخر شو ما كان. برجع بعيد، هو فاسد اوكي خذ الفساد اللي فيه وروح برهن له انه هو فاسد، بس ما تيجي تقول له على الإعلام أنت فاسد، ما تجي تقول له أنت كذا، لأنه هو أقوى منك قضائيا وأمنيا وغيرها، ما بدأ شيء يا سجاد. اليوم ملف بقوى الأمن لو افترض اللواء عثمان ما صار عنده مشكلة مع النائب السابق وئام وهاب وراح فيها قتلة، طيب كيف انحلت؟ ما انحلت.
طب كيف بدك تحل قضايا تانية؟ كيف بدك تروح على نموذج حل تاني؟ لأنه هيك نحن عم نقوله، إن كان التيار أو القوات أو غيرهم، إذا نحن بدنا نبني بلد بدك تمسك بإيد الآخرين لو كانوا فاسدين، عم برجع ركز، لتقدر تنطلق من المحاسبة للحلول والإصلاح بطريقة أو بأخرى. بس إنه تيجي توقف وتتمركز وتقلي أنا آدمي والباقيين هن زعران، بصير الأزعر بيقولك لا أنا الآدمي وأنت الأزعر، منروح بديباجي بصدام إله أول ما إله آخر، عم ندفع اليوم نحن الثمن. طيب لما تدفع أنت الثمن بدك تبلش تلاقي حلول مع الآخرين اللي أنت بتعتبرهم خصوم لإلك. غير هيك السجاد لا بعد هالعهد ولا بعد 100 عهد. دكتور بس ما الحل اللي عم تطرحه ما سبق، والتيار الوطني الحر خاض فيه بأكثر من مجال. يعني لما نعمل تفاهم مع حزب الله، ما هن قبل 6 شباط 2006 ما كانوا بيشبهوا بعض بشيء إلا يمكن بالموضوع العدو الإسرائيلي، بس بباقي الأمور كل واحد جاي من مطرح، من مزارع شبع وجر، يعني كل هالأمور يلي آخر شيء لقيوا لها حلول وسطى. التفاهم مع تيار المستقبل ما انه مكتوب، بس انه كمان كل واحد جاي من مطرح. التفاهم مع القوات اللبنانية قبل ما يفرض، بس ما اعطيتك 3 سنين من البلد بحالة استقرار. اوكي بس ما هلا الكل عم بيلوم التيار انه عملت تسويات وعملت حلول وسطى وعملت كذا، ما اخر شيء هذه هي هذا اللي عمله التيار. مين حتى مع وليد جنبلاط جرب، اذا كان بعد عندك بعض العونيين اللي هن شوي عندهم، مش بعض العونيين، لكن الناس هلا شوف في ناس اللي هن بالمقلب السياسي الاخر ايه، لانه هلا منتمين حزبيا، لانه هلا سجاد صار في عندك الصراع. مثلا انا بعطيك اكزامبل صغير اليوم وقت ما صار في كل هالامور اللي صارت. بس دكتور ما بدي اقطعك، بس انه بينقال رحتوا عملتوا تفاهم مع حزب الله سلمتون البلد، رحتوا عملتوا تفاهم مع المستقبل حطيتوا الابره المستحيل بالجرور، مش هيدا هيك بيقولوا الاخرين حكي بالسياسي بلا، بس بالسياسي يعني هن بيتهموك بالسياسي لانه انت صرت خصمهم، بينما بثلاث سنين اللي كان ماشي حال سمني على العسل تيار ومستقبل والوطن الحر ما كنا نسمعه. بس انا اللي بقول ليش عم حاول اوصل لهون، لانه باول 3 سنين العهد كان في انجازات. طيب مين شلك داعش عن جرودك؟ مين ومين 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 اللي عمل تعيينات وتشكيلات وغيرها؟ لو ما كان في عندك اتفاق مع هذه المنظومه، هيدي المنظومه بتوصل لها فسادها بطريقه او باخرى وبتحاسبها بطريقه او باخرى، بس مش بالمجابهه. لانه هيك اللي قسم ظهر البعير مثل ما بقوله هي قصة التدقيق الجنائي والإصرار بأنه نحن رايحين إلى تدقيق جنائي وإلى محاسبة وبدنا نطال كل الجميع. طيب ما هون هيدا الفاسد واللي عمل سياسة فساد شو بده، يعني شو مستظر منه؟ ايه اوكي تعال نطبق لك التدقيق الجنائي ونحن معك ونحن كذا. طيب انت قديش عندك قوة؟ حاولت تدق بشريكك بحزب الله، لقيته حزب الله منه كتير متجاوب معك بالنسبة لهالموضوع، احتراما له للشريك الثنائي اللي معه. طيب شو الحل؟ ما هون انا اللي عم بطرحه انه طيب شو الحل، لانه هيك انا عم بطرح النظره الواقعيه، انه النظره الواقعيه للبلد بدنا نقرا بامور واقعيه. السجاد شو الحل؟ الانهيار وثم الانهيار وغيرها؟ بالعكس صاروا عم بحملوك اياها لك، صار انت المسؤول. بعدك عم تقلي صاروا عم بحملوك اياها لك وانت المسؤول، وقلت لك قبل بالحلقه بالقسم الاول في عالم اليوم نايمه بثبات اهل الكهف. اليوم وين الحريريه السياسيه اللي هي مسؤوله بشكل كثير كبير؟ وين الصنيوره اللي حكم لبنان ماليا؟ يمكن عم يعمل سياحة مدري وين. وين الباقيين؟ وين وليد بيك جنبلاط؟ وين اللي كانوا أساس المنظومات القائمة؟ صار الصراع محور، صار كأنه عندك طيار هو المشكلة الأساسية والباقيين هن صاروا المدافعين عن هذا البلد. لأنه هيك نحن عم نقول لا تكون هن اللي عم يدافعوا عن حقوق الناس، وعم يعني بيدافعوا عن كل هالخمس سنين اللي طيب هذا اللي عم سلم فيها. يعني رئيس الجمهورية مشي بموضوعية في نحن عم نقول يعني في طبقه شايف لو قست، لو قلنا 3 سنين حاكمين هن البلد وجيت انت بهيدا العناد ايه بكسرهم، بس لهم 30 سنه يعني من اصغر موظف مش عم نعمم لاكبر وزير ونايب وغيره 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 داخل بصفقات. طب كيف بدك تشيلهم يا سجاد؟ طب اليوم اذا انا كنت وزير وجاي عم تتهمني وانا عارف بوزارتي شو فيه، كيف بدي اسمح تاخذني انا على الحبس؟ لكن اذا مش عم يقدر قاضي بيطار ياخذ وزير على شو اسمه تحت تزرع هن عملوه هن خلقوه الماده 70 بانه لا يحاكم الا بمجلس الاعلى للوزراء. طيب كيف بدك تمشي معهم؟ طب ما عم تقدر، عرقلوا لك عمل الحكومه اللي بوقت اللي لازم، انه هي اللي انه بحق لمجلس النواب انه يعمل هالشيء، بس في اليه طويله عريضه
وطالما هالآلية المجلس النيابي ما عملها صلاحية عند القاضي بيطار وما رح يعمل، يعني ما بدها فلسفة، القصة ما بده يعملها، إلا إذا المجلس قال هذا الحق لإلي ساعتها لكل حد ما بده يعملها وما رح يعملها ورح يخليك بهذا الموضوع. ما هو شو بيعملوا؟ بتعرف شو هن قد ايه قوية؟ بيلقطوا لك امور معينه وبيمسكوك عليها لا ترخي انت بامور تانية. برجع بقول لك عقده العقد هو التدقيق الجنائي، صح؟ عال نحن بنعرف انه لو ما الرئيس عون عنده شفافيه معينه ما بيتمسك فيه، كان بخاف مثله مثل غيره وما بيعرضه، فاذا هو عنده شفافيه لانه هيك مسك بالتدقيق الجنائي. بس هيدا التدقيق الجنائي عم ينعكس سلبا على كل شؤون البلد من الحكومه. ما حدا يفكر انه قصه بس قاضي بيطار، ما هي مرتبطه بقصة التدقيق الجنائي وغيرها. طيب كيف بدك تطلع منها؟ والأكثر من هيك برجع بقول انت المجتمع الدولي مش معك. شايف لو معك دولة مشوشتك بدينتك وقالت لك تحاش انا وراك، طيب عال، بس انت مش معك حدا، حتى الروسي مش معك. ما الروسي اللي يخلص هلا من اوكرانيا، وبعد شوي بكره بتتذكرني بده يفتحوا له قصة البوسنة والهرسك، وبعد شوي بده يفتحوا له قصة افغانستان. يعني انت مش عندك حليف قوي مستند عليه دوليا وجاي تناش، ولا عندك حتى حلفاء بقى داخلية. طب ما كل ابسط الامور، بس انت دكتور ولا مرة كان عندك حلفاء داخليين بمعنى الحلفاء، الا يعني الثابت الوحيد وسط كل هالمتحركات هو كان التفاهم مع حزب الله. الباقي وين كان في تحالف؟ سمي لي طرف واحد كان في تحالف معه لك شو بس غير اعضاء التكتل، تكتل الاثنين الاول يعني، بس عم نحكي الباقيين. بس ما عطوا بالثلاث سنين العهد، ما عطوا للرئيس عون والتيار بعض الامور اللي هو طرحها. مين الافريقاء اللي هن اليوم هن خصوم لك، اعداء لك، يعني المستقبل والاشتراك. ايه طبيعي يعني مره يعني صار في اليوم بس امور معينه، بس ولا مره صار شيء الا ما اخذوا بمقابله شيء ثاني. طيب بس ما هي البلد هيك بده يركب يا سجاد. ما ليش رجعت لك تاريخيه البلد؟ رح تقول له اليوم للمستمع انه اليوم انه والمشاهد انه اليوم نحن بهيدي الازمه، انت اليوم بهيدي الازمه، يا اما بدك تطلع منها بس بعد فتره طويله باعاده هيكليه ذهنيه ومناطقيه وطائفيه للشعب اللبناني، يا اما بدك ضلك عايش بصدام وما بقى حدا يقول لي لبنان عم ينهار وين فلان وين فلاتين. بصير الحق على الجميع، لانه هيك انا عم اقول. وشايف هلا الانتخابات اللي ناطرينها ان شاء الله تصير بايار، بس رح تفرز نفس الواقع اللي نحن موجودين عليه. طيب كيف بدك تطلع ليش منه؟ ان شاء الله تصير، ان شاء الله تصير، لانه هي بلشت المعطيات والمعلومات تبشرنا اي معطيات واي معلومات. اذا كل المسؤولين الدوليين من الامين العام للامم المتحده ونزول، صح، وكل المسؤولين اللبنانيين من رئيس الجمهوريه ونزول، كلهم بيقولوا انه الانتخابات بموعدها والرئيس عم بيقول بايار. ان شاء الله تصير. كيف بدها تبلش؟ ان شاء الله تصير اول شيء هذيك، اذا ما صار شيء حدث غير مرتقب يعني. اوكي، ما هو هون نحن مشكلتنا ان شاء الله تصير، لانه نحن عم نشوف تصعيد وتوتر اقليمي بشكل مريع. هذا التوتر الاقليمي ومش نحن عم نقولها، الايراني بيقولها انه اي اليوم اعتداء حكما حزب الله وغير حزب الله سيكون بالشو اسمه بالمعركه. كما وانه انا اللي بيلفتني، يمكن نحن عندنا ذاكره صغيره او في مواضيع ما بنعلق عليها، انه اللي صار بالبرج الشمالي بالمخيم بصور يا سجاد ما اخذ وعطى بالاعلام، مع انه هذا شيء خطير، مع انه هذا شيء خطير. في تنظيم خارج لبنان مكون منظومه عسكريه تمتد الى مخيمات في 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 اخر لبنان، هيدي منتظره اشاره لتتحرك، هي مش بقى منتظره غير شيء. بس هذا شيء جديد؟ ايه، لانه بلشت لك ليش جديد؟ انه مش معروف انه في سلاح فلسطيني بالمخيمات وخارج المخيمات، وقتها كان في قصه طويله عريضه. السلاح اللي كان موجود، اللي برا المخيم مع مين واللي جوا المخيم مع مين؟ السلاح اللي كان موجود هو سلاح كان الى حد ما متوسط، قادر يحل لك او قادر يعمل لك ازمات، يفتح لك ازمات داخل المخيم مثل ما كنا نشوف قبل، خصوصا بعين الحلوي وغيرها، وياثر على المحيط الجوار. بس اليوم اذا انت عم تحكي بصواريخ اللي انفجروا قادرين يطالوا العمل الاسرائيلي وقادرين يتحركوا، بتعرف وقت ما كانت قصه ايار الماضي غزه كان الصواريخ اللي طلعت ما هي مجمعات فلسطينيه تحركت من المخيم واطلقت صواريخ. طيب شو يعني؟ يعني في حدا قادر يتحرك لك بسهولة، وانت بتعرف كتير منيح يعني في ضوء أخضر، يعني معناتها في مين صار عنده قدرة صاروخية وتجهيزية عسكرية أقوى مما انت بتتخيل. لأنه هيك أنا عم أقول لك يا سجاد، أنه نحن إذا انت بكرة دخلت بصراع إقليمي يعني انت على الدنيا السلام. اثنين، اليوم الأمم المتحدة صح بدها انتخابات، بس كمان عم تعمل تصعيد عليك. يعني التصعيد المبرمج اللي عليك وتخطيها للقرار 1701 عبر تدخل اليوان بالمباشر، انه امبارح بغض النظر شو صار بشقرة مين معه ومين ضد،
بس انه انت اليوم في اتفاق اسمه 1701، في مجموعه فاتت بعتادها بثلاث اليات عسكريه على هالبلده بالنسبه للحزب او للجماعات. اوكي اللي بس هالامور مش طول عمرهم يصيروا وبينحلوا يعني. هلا لا، لانه كانوا قبل ينحلوا، مثل ما قصت قبل اللي قلت لي عنه قبل شوي، انه بالنسبه للتصعيد بوجه السعودي كيف كان وكيف صار. اليوم نفس الشيء، اليوم لانه نحن بمعركه ولانه نحن صرنا على ابواب ومشارف تفاوض حقيقي بفيينا وبغيرها، وبده كل واحد يشد القوه، ولانه الامم المتحده اليوم بلشت تسمي بالمباشر، هيني يقول لك في بقلب اوضه، هيني هيدي التعبير، وهيني يقول لك انه انت خلاصك من بتضييق على حزب الله وتشليح سلاحه، وهيني يطلع بيان سعودي باردون فرنسي يقولوا لك انه نحن ما بنقدر نعطي الدعم الا ما تحللنا ازمه حزب الله وتعمل له تقويض عن السلطه. طيب شو يعني؟ طيب هودي كلهم بدي اقراهم بالسهل؟ يعني هودي اذا صاروا بمطرح من المطارح وتطوروا، يعني معناتها الحزب اليوم، خليني اقول للمشاهد، الحزب اليوم اقوى بكثير مما حدا بيتوقع. يعني كنا نقول بالسابق السجاد الحزب احتل لبنان وماذا بعد؟ أنا هلأ بقول لك صار عنده الحزب ما قدر يحتل لك لبنان ونسيل قصة ماذا بعد. لأنه هيك إذا أي خلل بتوافق معين أو بشروط معينة أو بخطوط حمر أنت حطت له يون للحزب، بتشهد اجتياح عسكري. بس في نقطة أساسية عم تتخطاها دكتور. شو هي؟ إنه الحزب ما بده يحتل لبنان. بس ولو بده يحتل لبنان مثل ما عم تقول كان احتله من زمان، ليش بده يطلع هلا يعني؟ وين مصلحته باحتلال لبنان؟ وين شو بيكون حقه؟ ما عنده نظره لاحتلال لبنان. بس اذا الحزب بده يحس، ما هو بيقول لك انه انا عم اللي عم تتهمه فيه اذا بدنا نقول مش على اللي عم تقوله عنه هو مغير 100 و300 شو بعرفني كم درجه لكل شيء الناس بتعرفه عن الحزب. لا انا رح اقول لك شغله، اليوم الحزب هو حاضنة موجودة، عنده رؤية استراتيجية، عنده وجوده، وهو من طرح قصة حرب الأقليات صح؟ وهو اللي طلع على سوريا ليحمي الأماكن المقدسة والجماعات الشيعية الموجودة هناك، يعني واضح بسياساته. إذا أنت جيت هددته تحت عنوان غطاء أمم متحدة، تحت عنوان غطاء دولي، تحت عنوان مبادرة فرنسية، تحت عنوان ضغط سعودي، تحت عنوان شو ما كان، ما لح ينطرك ويضحك لك ويقول لك ايه اوكي تعا خنقني وانا قاعد مبسوط. انا هاي الفرضيه اللي عم بطرحها وانا عم اقول هون ساعدها فهمنا عليه فهمنا بس ما هي عم تزيد عليه بالاخر كمان في انت عم تزيد عليه بتعرف انه حزب الله اخر شيء هو حزب لبناني وهو أكيد. حزب يعني اخر شيء مصلحه لبنان عنده كمان. هلا اذا بنختلف أكيد. شو الاولويات بس اخر شيء منه حزب ايراني يعني. لا 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 طبيعي. بس اللي عم اقوله ليش عم اقول لك ممكن تتعرقل الانتخابات، عم حط النقاط انه اذا اليوم انت ضغط المجتمع الدولي بشكل او باخر ايه انت بتروح على تعطيل الانتخابات. لانه هيك انا اللي بدي اقول له اياه لا القوات اللبنانيه ولا الافرقاء اللي عم تراهن على هذا الموضوع، انه ماذا لو لم يحصل انتخابات نيابيه؟ يعني انت اليوم كل حشدك وكل هجومك وكل سياستك على رئيس الجمهوريه والتيار الوطني الحر، طيب حساب ما صار في هالانتخابات اللي انت ناطرها واللي انت بتقول انه رح اقلب الاكثريه وتصير معي. طيب اول سؤال، اذا صارت معك الاكثريه بتمنى مش انا بقول مع القوات، يا ريت هي رح تصير مع القوات والاشتراكي ومع المستقبل ومع الاكثريه السابقه يعني اللي كانوا لحد 2018 اللي حكينا عنه قبل شوي. بدي اقول انا صارت الاكثريه المسيحيه مع القوات اللبنانيه، بتمنى يطلع الحكيم ويقلنا ببيان واضح انه انا لو صار معي 40 نائب مسيحي يفند لنا بالبنود والاصلاحات شو ممكن تعمل القوات اللبنانيه ليقنعني انا كناخب بكره، يمكن ما انتخب شو اسمه يمكن انتخبه اذا قنعني، يطلع يفند لنا ماذا لو حصلت على اكثريه نيابيه ب 40 نائب مسيحي لإلي، هيدي اجى هيك دوكما لإلي. بس انه اليوم انت عم تراهن وكل شيء واضح. بعد في شغله السجاد، اليوم من لا يريد الانتخابات كتار كتير شو بدي بالإعلام وبالسوشيال ميديا وغيرها، من لا يريد الانتخابات كتار في كتير أمور هيك ممكن تقراها. اليوم خذ نسق النتائج العراقية وخذ نسق الليبية اللي ما عم نقدر كمان ليبيا ما صار في انتخابات يعني كتير منيح. كتير منيح. طيب ما أنا دائما بقولها وبقولها مع حضرتك إنه ليش بده يكون يعني لبنان جزيرة عايشة مستقلة لوحد وبدنا نجي ندعمها بوقت العالم العربي كله عم يشهد مخاض؟ طيب ليه ما فهمت؟
ليش بده يعطوه كيان لبناني ويجي نلاقي السوري والعراقي وكذا كله؟ لو بده يعمله كان لو في حسن نية كانوا أول شغلة قالوا لك يا أخي هاللازح السوري برافو شابو با وانت حميته سنتين ثلاثة هلأ صار وقت العودة، أو على القليل يعطوك دعم مادي صح ولا؟ طيب على القليل يعني كان بينت معك، بس انت ليش؟ انت بالعكس انت كلبنان عليك ضغط اكثر من كل هودو، انت عليك التوطين، عليك التطبيع، عليك 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 كل هالاشياء، لانه هيك ان شاء الله تصير الانتخابات ان شاء الله. نحن للاسف خلص وقتنا دكتور جراديب، اهلا وسهلا فيك. شكرا بس نعم. كلمه صغيره مش اكثر لحتى ما افهم غلط، الطرح اللي عم بطرحه انطلاقا من نظره واقعيه للأمور اللبنانية، إذا نحن فعلا بدنا بلد، بس إذا نحن ما بدنا بلد هودي اللي حيضلوا مقابيل هاو، وهودين إذا فرطوا الحلف، عم بحكي عن طيار، إذا وهن هاو بدهم يعني الحركة والاشتراكة والقوات وغيره، هن بدهم تفرط حزبك مع حلفك مع حزب الله. ليه؟ لأنه لتصير لوحدك وتصير عم تخانق لوحدك، لأنه هيك نحن عم نقول شوي قراءة واعية، وهذا البلد هيك، وإذا بدك تغيره بدك تبلش بالفكر وعلى ألون تيرم، ما في شيء بتغير بالسهل. اليوم الثورة الفرنسية اللي صارت كان في قبل 200 سنة حدا عم يحكيك جون جاك روسو مونتسكيو هوبس عم يطرحوا لك أفكار تغييرية ويقولوا لك إنه الملك منه إله حاسبه مثل غيره، لان طلقت الثورة وصار بعد 200 سنة. اليوم أنت هيك إنه لبليل وضحاها بدك تعمل بلد، ومع مين؟ مع أفريقاء متجذرين بالبلد، صعب كتير. بس على ايامهم ما كان في سوشيال ميديا، لو كان في كان صارت اسرع الثوره الفرنسيه. يمكن على فكره انتقلت لبرا مش تحت عنوان سوار، انتقلت لبرا تحت عنوان مخربين، يعني وقت ما تلاقيها العثماني ببلدك راح يحارب ويقمع كل فكر كان عم بيحاول يحكي فيه او ينادي فيه، لانه هيك صاروا المفكرين اللبنانيين، شي يروح على مصر شي يسافر جبران خليل جبران وغيره. فكمان بدك تشوف كيف بدهم يقولوا لك صوره اذا انت مخرب او 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 انت سائر او او غيره. على كل حال الحديث سيطول بهالنقاط هيدي، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. مشاهدينا هون نوصل لختام حلقتنا، شكرا للمتابعه والى اللقاء.